مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، حصطحبكم لسياحه عبر رحله الى مدينه سودانيه. الليله حنمشي جنوب كردفان لمدينه الدلنج، حنشوف يعني الموقع، العادات والتقاليد، انواع الرياضه، القبائل، كل المعلومات عنها. حرحب بالاستاذ الطيب ديجو من سكان مواطنين مدينه الدلنج. الو هلا ومعاكي، بارك الله فيك. بارك اهلا بيك وحبابك عشره. الحمد لله، تسلم، ربنا يقبل حمدك ان شاء الله. بارك الله فيك. اتفضل كلمنا عن الدلنج، الموقع، السكان، الزراعه، كل الحاجات اللي في الدلنج. اتفضل. طيب، اول حاجه نرحب بهذه العزاء الكثيره ونرحب بالاسره المذيعه. اهلا. إذا أردنا أن نتحدث عن مدينة الدلنج، الصوت. طيب، لغاية ما الصوت المصدر يجينا تاني، حتكلم عن مدينة الدلنج مع الأستاذ الطيب ديجو، وهي فقرة رحلة إلى مدينة سودانية. حناخد فاصل قصير ونرجع مشاهدينا الاعزاء. أستاذ الطيب، بارك الله فيك. معليش الخط قطع من عندك، زين، تفضل. شبكة. أهلا ولا يهمك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه المبادرة الإعلامية الطيبة. أها. قلنا نتحدث عن مدينة الدلنج، وهي من المدن القديمة في التاريخ. وهي بدأت من المديريات القديمة. أيوه. عرفت بمجلس ريفي شمال الجبال. والآن تعرف بالدلنج الكبرى تقوم خمسة محليات: محلية البوس، محلية الدلنج، محلية سلارة، محلية هبيلة، محلية دلان. وتمتد شمالا حتى رياض، وشرقا حتى الضباب الرهب، وجنوبا على تقوم كادوغلي، وغربا على تقوم لداوة. وهي من المحليات القديمة، تضم أحياء ما يزيد عن 25 حي ذات كثافة سكانية عالية تجاوزت 40,000 نسمة. نموذج مدرسة في سيطة الثانوية فيها 16 صف في داخلها مدرسة نموذجية تحتوي على 7 فصول، تعدادها لا تقل عن 4,000 طالبة. هناك مدرسة أساس في التومات تعرف بالألفية، فيها 1,000 تلميذة ويزيد قليلا. مدينة الدلنج تشتهر بالرياضة، وأقدم الرياضات التي كانت موجودة منذ القدم المصارعة والكدة. لعبة الكدة الذي يعرف بالجور هي لعبة نوبية قديمة قدم التاريخ. أجدادنا كانوا يلعبوها في ساحات المدينة في الخيول، والآن تمارس في منطقة ليالي صبيان يزيد عن 80 في العصمة. عصمة بعض الأعصاب المدببة يلعبونها حتى الآن. ومدينة الدلنج ذات تمازج وتداخل اجتماعي فريد. نسبة لوجود المعهد منذ القدم 36، والمحلج في الاربعينات، والسوق العريق كان مجمع
للقبائل المتنوعة البنجارة بفروعها المختلفة، والحمر بأنواعهم المختلفة، والهوسة بأنواعهم المختلفة، والنوبة بعشائرهم والقبائل المتنوعة. انداحت وانسجمت كل هذه القبيلة من داخل هذه المدينة، ويعتبر من المدن العلمية القديمة الضاربة في الجذور. ويمكن أول معلم في الأولية قديما الأستاذ المرحوم هاشم إمام، الذي تخرج من الأزهر 1920 وأسس أول مدرسة صغرى في الدلج، وأحياء الدلج القديمة دار الحجر وحي المد والملكية وحي الموظفين. ثم بعد ذلك قامت الأحياء نجد أبوز، نجد الحلة الجديدة، نجد الربيف، وهذه نماذج في هذه المدينة. تتميز مدينة الدلج وديار متعددة، وهي تنتج القدرة والأزاهر والجمال. لقنا لها كثير من الشعراء في أغنيات، والمدينة تزدهر وتتقدم بإذن الله إن شاء الله. نعم. عاوز تضيف حاجة؟ نعم. دي نموذج لقصيدة تعبر عن مدينة الدلج. تقول القصيدة: فيض السماء، فيض السماء على الرياض تلبية لبست لها قصاص فضائل الأخلاق، وتبادلت نظم التهاني للهوى، فبدت لنا وتنثرت في الحسن والإشراق، وكتب بهاتيك الأزاهر جيدها، فتكسف الزهر الأنيق الوقت بالإطلاق، ورنى الجمال مناديا أنها هنا، فسرت بلاتي لحنه في فجعة الوفاق. فالشرق يظهر بالأزاهر ممرحا، والغرب يرسل كبره في نعسة الأحساب، وهناك في تلك الروادي والسفن تحت الطبيعة مرتعا مستامخ الآثار، والوادي يمشي بالرياض مبكرا يسري على مهل في أروع الأبراق، والطل في تلك الخدود تورضت ترى الطبيعة أين حتى ليهنأ العفاق، حصن ترسم بالحياة جفاره قد طاح في خجل يرف بالأشواق، يحكي مآثر في جدود أصولها ماض جليدا متصل الأحساب. ومن أشهر الرجال الذين لعبوا دورا في هذه المدينة النظار قديما حمادة صوصة، والناظر سند فرعوس، والأمير الناظر السير الأمين العنفة. ولهؤلاء الثلاثة الفضل في خلق نموذج اجتماعي متفرد، وكذلك من الذين لعبوا دورا في ذلك المسجد الكار جوامع، وقد ساهم سير الأمين العنفة في احتفال الحلفاء لتنصيب الملكة لانتصارهم في الحروب العالمية، وكذلك ساهم المنجر الدار واليمين على عيسى لرفع علم السودان. هناك شباب كمان تزدهر وتتبقى تدوم هذا الألم التاريخي ما بقيت هذه المدينة إن شاء الله. يا سلام يا سلام. القصيدة يعني وضحت الجمال بتاع الطبيعة والثروة وكل الحاجات يعني الجغرافية في الدلنج نزلت في القصيدة دي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ الطيب ديجو، تحية لكل الأهل في الدلنج. شكرا جزيلا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. إن شاء الله يعني نلتقي مرة ثانية. إن شاء الله حبابك عشرة. بارك الله فيك. تسلم إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل الآن إلى أغنية زينوبة.